بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل في الدرس السابع من دروس مادة الجرافيكس الفرقة الثالثة كلية الحاسبات والمعلومات. إن شاء الله في الدرس ده هنتكلم إزاي نعمل كرييت منيو. تمام، عشان نعمل كرييت منيو هنعمل فانكشن خاصة بيها عشان تكون مفهومة. void void end. تمام، عشان اعمل منيو محتاج امر اسمه جي ال يو تي كرييت منيو. تمام كده انا عملت المنيو مربع كده، محتاج ان انا هضيف فيه بيانات، فامر اسمه جي ال يو تي اد انتري glut add menu entry. تمام، هضيف كام entry على حسب ما السؤال بيكون مطلوب. تمام، يبقى في البداية gl create menu، بعد كده الداتا اللي هتكون جوه المنيو دي، وآخر أمر ازاي انا افعل المنيو دي gl ut attach menu. تمام، في اول حاجه الكرييت منيو بتاخد فانكشن، الفانكشن دي بيكون فيها لو انا اخترت كذا هيعمل ايه. تمام، فنديها مثلا فانكشن اسمها initialize، الفانكشن دي احنا لسه هنعرفها. تمام، في ال gl ut add entry بضيف الحاجات اللي هتكون موجوده جوه القائمه اللي انا هختار منها. فمثلا هنخلي المنيو دي تغير الالوان، فنخليها في اول حاجه يلو، ده اول نص هيظهر عندي. تاني حاجه ممكن تخلي حضرتك جرين، رقم 3 ممكن تخليه بلو. تمام، في ال جي ال يو تي اد منيو انتري ده اليلو ده هو اللي هيظهر. طب لما يظهر ايه اللي يحصل؟ فمثلا نخلي يبعت للفانكشن اللي هي الانيشاليز دي رقم 1، لو اخترت جرين ابعت ان انا اخترت رقم 2، ابعت للانيشاليز ان انا اخترت رقم 3. تمام، تمام، في الجي ال يو تي اتاش منيو احنا قلنا ده ازاي هفعل المنيو. طيب هتفعلها ازاي؟ بالداخل انا كده بكتب انا لما بعمل ايه الكريت منيو دي بتظهر، فانا هكتب الامر اللي انا مثلا ضغطت كليك يمين، في جي ال يو تي رايت بطن، اضغط كليك يمين تتفعل المنيو ده. تمام، يبقى كده جي ال جي ال يو تي كرييت منيو بتاخد فانكشن فيها لو انا اخترت يلو او جرين او بلو هيبعت واحد للفانكشن دي، اتنين للفانكشن دي، تلاته للفانكشن دي، وهنعرف الفانكشن دي هتعمل بقى ايه. اد انتري بضيف فيها محتويات المنيو، جي ال يو تي اتش منيو ازاي افعل المنيو. تمام، دلوقتي بقى نعمل الفانكشن بتاعت الانشالايز، void initialize. تمام، احنا قلنا هنا كده لما اختار يلو هيبعت لها واحد، لما اختار جرين يبعت اتنين، يبقى بياخد متغير. تمام، لو جالي واحد هعمل ايه؟ لو جالي اتنين هعمل ايه؟ يبقى انا محتاج سويتش كيس، سويتش هتشتغل على الاكس. تمام، اول كيس عندي ان انا هيجي لي رقم واحد. تمام، لما يجي لي رقم واحد هعمل ايه؟ هغير اللون بتاع الباك جراوند ليلو. طيب تمام، يبقى احنا محتاجين ان احنا نروح الديسبلاي في الاول، اعمل جي ال بيجن هرسم كواد مثلا، جي ال كواد. تمام، الباك جراوند جي ال كولر 3F، وكنت بديها اللون اللي انا عايزه، مثلا هنخليه احمر او اخضر. تمام كده، وبعد كده جي ال
vertex zero zero. قد محتاج 4 vertex zero ونص في ال y ونص في ال x ونص في ال y. تمام كده، كده الفيرتكس الكواد عندي جاهز لانه يترسم. انا عايز بقى ان اول ما الشاشه بتاعت الديسبلاي هتظهر هيظهر عندي الكواد، هضغط كليك يمين هختار انا الاشكال اللي انا اللون اللي انا عايزه. فمحتاج ان انا اخلي دول متغيرات، خليها مثلا A و B و C. تمام، المتغيرات دي هعرفها جلوبال. انتر A بيساوي زيرو سيمي كولن، البي البي كمان بزيرو والسي بزيرو. يبقى في البداية هيكون لونه أسود وبعد كده أنا اللي بحدد اللون بتاعه. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الديسبلاي وعرفنا المتغيرات دي عملناها ليه. تمام، لما اختار رقم واحد هخليه يعملوه اللي مثلا احنا جايلين يلو، بيخلي الـ A قيمتها بواحد والبي قيمتها بواحد، لما فعل اللون الاحمر واللون الاخضر بيدينا اللون الاصفر. تمام، والسي هخليها بزيرو. بعد كده علشان الكلام ده كله يتنفذ محتاجين الامر اللي احنا قلنا عليه بتاع جي ال يو تي بوست ريديسبلاي. تمام، في الاخر بريك ناخد الامر ده كده. تمام، لو اتنين لو تلاتة احنا جايلين اتنين هيعمل اتنين هيعمل جرين جرين، هيبقى ال A بزيرو ال B بواحد ال C بزيرو. بلو زيرو زيرو والسي بوح. تمام، يبقى احنا كده عند المنيو جي ال كريت منيو جي ال اد انتري والجي ال اتاش وعرفنا الفانكشن دي عاملين ايه. تمام، ايه اللي خلى الفانكشن دي تشتغل؟ يعني انا دلوقتي انا عامل الفانكشنين دول وما استدعتهاش في اي مكان، استدعيها فين بقى؟ استدعى الفانكشن دي جاب لي الديسبلاي في المين، ولا استدعى الفانكشن بتاعت المنيو. تمام كده، فالفانكشن دي كده معايا في المين علشان افعل اي حاجه في المين زي ما كنا بنستدعي الماي كي والاس كي. تمام كده، نعمل ران. تمام، هنعمل ران. عندي ايرور، الايرور ان انا مش عامل ديكلاريشن للمنيو. تمام، نعمل لها ديكلاريشن، كمان مش عامل ديكلاريشن للانشالايز. تاخد متغير انت argument. تمام، كمان هنا كده جي ال بيجن وكاتبين الكالر والفيرتكس مش كاتبين الاند. جي ال اند كده كل حاجه تمام. نعمل ران زي ما احنا شايفين الباك جراوند دي. هضغط كليك يمين ظهرت لي المنيو، اختار يلو شكلها اتحب هول اصفر، جرين اخضر، لو يلو. تمام، وكده كان الدرس بتاع النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.